ايمن اشرف لاعب راجل امكانياته كبيره، مدافع جيد، بيلعب على الشمال ليفت باك كويس، بيلعب في النص حتى زي المنتخب بيأدي الدور، بس دايما في حته تهور، دايما في كروت عند ايمن اشرف، حتى في المباريات اللي بياخد فيها انذار مع موسيماني بيطلعه وبيخسر تغييره دفاعيه عشان عارف ان هو متهور. ضربه جزاء المنتخب النهارده الطرد اللي ممكن يبقى بلا داعي، في حاجه في حته في الحته دي عند ايمن اشرف غلط، تنصحه بايه؟ تقول له ايه المفروض يعمل ايه؟ مشكله ايمن ان هو عايز يقطع كل كوره، ودي هي دي مشكله اي مدافع، ان هو كل كوره لازم يقطعها، دي بتبقى كارثه للمدافع. انت المدافع انت مهمتك ان انت تقلل خطوره مش اكتر. يعني انا لو جاي عليا مثلا صلاح اطلعه بره مثلا، اطلعه مش لازم اخش اضربه او اخش اعمل فاول، انا ببعده عن المرمى بتاعي، منطقه الخطر، منطقه خطر. انا لو جاي مثلا كده ابعده عند الكورنر، يبقى انا بالنسبه لي انا نجحت، مش لازم اقطعها منه. يعني هتشوف مثلا في الدوري الانجليزي هتلاقي مثلا اي حد رايح بالكره، مثلا رحيم ستيرلينج رايح على واحد بالكره وسريع، تلاقي المدافع بيقعد يعني يقعد يزهقه ويحلق عليه لحد ما يطلعه بره منطقه اللي هي الخطوره اللي هي قدام الجون، لحد ما الفرقه كلها تركع وخلاص اقل خطوره. ما ينفعش ان انت تبقى مدافع بيستلم بظهره وانا اجي من وراه اروح اعمل تاكلينج واطرد يعني. يعني الطرد لو كان بدري شويه الشوط الاولاني كان ممكن موسيماني يتكلم عنه، حتى الطرد رغم ان هو كان متاخر طبعا. بس ده كان في فتره فوقان جدا للنادي الاهلي، كان ممكن يسجل الاهلي وممكن يسجل. هي المشكله في كده ان هو عايز يقطع كل كوره، فبيبقى مش بحمله طبعا، مش بحمله بس هو لازم انت كمدافع تبقى اذكى من كده، مش لازم كوره تقطع، خاصه انت خبره كمان، خبره انت ممكن تروح هو واقف في ظهره كده، انت روح بس اقف في ظهره، يعني هو المدافع كده هيلف خلاص انت معاه، مش خطر كمان الكوره، يعني حتى الكوره خفيفه طرد ما كانتش فيها اي خطوره بعيد، حتى كوره المنتخب يعني بدري باينه قوي طلع بيها كمان. لا وهو كمان يعني هو مميز قوي في الحته ان هو بيزق الكوره، هو قوي في الحاجات دي صح. فانت جاي وهو طالع بيها بره ومش خطر قوي انت تعمل انا عامل تاكلينج على ايه صح. انا بلعب مثلا في الاهلي واحد رايح على امير انفراد وهروح اعمل تاكلينج، ما كده هتيجي جون يمكن امير يوصل ضهر، فبالنسبه لي ايه لازم اعمل كده. يعني في مره في ماتش من الماتشات مش عارف اتلتيكو مدريد ولا برشلونه، مدافع راح عمل تاكلينج واتطرد، فالمدرب قال لك ده احسن طرد في حياتي، يعني واحد جاب لنا بطوله برشلونه مدريد جاب لنا بطوله طبعا. يعني دي لازم يعمل كده، لكن انا مثلا في نص الملعب وحواليا ناس مش مستاهله ان انا اروح داخل من ورا كده واتطرد، لان يعني هو لو كان موجود خلي بالك كان هتفرق معانا طبعا، هتفرق معاك، لان انت الفرقه بص هم عملوا عليك هاي بريشر من اول ماتش، فبدنيا الشوط الثاني كانوا ماتوا خلاص، وهو اعتقد موسيماني كان بيلعب على الحته دي لكن توقيت الجون الاولاني جه بدري شويه، يعني لو الجون كان اتاخر للشوط الثاني هم بيضغطوا ضغط اكيد مش طول الماتش هيضغطوا كده، فهيتعبوا، فتبدا انت تلعب على ايه، على نزل شريف وعلى الكور السريع، الطرد ده راح نهى الموضوع صح.